ضمن محطتنا الأولى يا نور رح نسلط الضوء على موضوع قد يكون قائم بأي أسرة بغض النظر عن اختلاف طبيعته أو شدته. موضوعنا اليوم هو عن أشكال الصراع بالعلاقات الزوجية. أكيد ليا، رح نحكي عن أسبابه، طريقة التعامل معه، هل يمكن إدارته بشكل صحيح؟ أسئلة رح تجاوبنا عليها الأختصاصية النفسية الدكتورة رندا رزق الله، عضو الهيئة التدريسية بجامعة دمشق. يسعد صباحك. يسعد وأهلا صباحك وسهلا نور، فيكي. يسعد صباحك ليا. يسعد صباحك، سنة مباركة عليك بما أنه إن شاء الله إطلالتك الأولى بال سنة خير 2018. على الجميع يا رب، وعلى سوريا بالنصر والسلام ان دائما. شاء الله يا رب. دكتوره خلينا بالبدايه نحكي انه نحن بنسمع انه في يمكن في شيء صار بين الزوج وزوجته، في شيء صار بهيدا البيت، في نزاعات بتصير، في خلافات، بيصير الجو منيح بيرجع في خلافات. خلينا نحكي عن الخلافات الزوجيه ونعرفها بالشكل الصحيح النفسي. خلينا نقول تمام. هلا أي علاقة من أي نوع دائما بتستدعي خلاف ما. ليش؟ لأنه الاختلاف موجود، الاختلاف بين البشر موجود وما فينا نلغيه، وما فينا نقول إنه العلاقات بدها تمشي هيك تمام وبرواق دائما، وخاصة لما تكون علاقة زوجية. العلاقة الزوجية لأنه بتستدعي الالتقاء على كذا محور بين الزوجين، على المحور النفسي، العاطفي، الاجتماعي، الجسدي، المادي، الاجتماعي قدام الناس. فهالمحاور كلها مستحيل يصير كلها فيها اتفاق وسلام دائما، هيك الأمور رايقة. فإجباري دائما عنا صراع، ولكن كيف منحل هذا الصراع، وكيف ممكن تكون بنية الأسرة أساسا بنية سليمة قائمة على معايير أو على قيم أو على مبادئ سليمة، لحتى تكون الصراعات قابلة للحل وليست صراعات مسدودة ممكن أنه توصلنا لنقطة لا يوجد حل فيها. دكتورة اللي بيسألك عنه هو بيكون خلافات، يعني هي خلافات متتالية تتحول للصراع، هون الفرق اللي بدنا نحكي عنه. يعني تمام. كيف تتراكم القصص بالعلاقة الزوجية؟ بتلاقي في مرحلة من السلام والمحبة خلافات بسيطة بتتراكم، بعدين فعلا بيتحول لصراع بإثبات الوجود بين الزوج والزوجة. كتير منيح. عملوا دراسة أمريكية عام 1993 لمورفي، قال فيها درس الخلافات وشو أكثر الخلافات يلي بتبلش تودينا لصراع. كان عندهم طبعا حسب المجتمع، نحن كتير مرتبطة الخلافات بالمجتمع، بنية المجتمع، لأنه الأسرة هي الخلية الأساسية بنسيج الاجتماعي، اختلاف البيئات، فما فينا تماما أنه نقول هالدراسة بتنطبق علينا. ولكن هن بالنسبة لهم كانت المشاكل الحميمية الجسدية هي الجنسية والحميمية بالعلاقة هي الأساس، هي من أول المشاكل يلي بتودي للصراع. النقطة الثانية هي الالتزام، قديش الأشخاص أو الزوجين ملتزمين بالعلاقة. السبب الثالث هو العادات، اختلاف العادات بين الاثنين. لما بيعيشوا مع بعض بيكونوا كتير ظراف خارج العلاقة، لما بيعيشوا مع بعض بلش في عادات صغيرة ممكن تسبب خلافات وتتراكم. آخر شيء كان في عندهم الماديات، الأمور المادية. هلأ نحن هون بمجتمعنا ما في دراسات واضحة حول هالموضوع، ولكن في عنا الواضح، يعني من الواضح أنه الماديات هي بتلعب دور بالأساس بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية الالتزام، لأنه المجتمع يلزم كل من الزوج والزوجة بأدوار معينة لازم يأخذوها. فقديش هن بينجحوا بأخذ هاي الأدوار، قديش هو هن بيكون زواجهم مثالي. طبعا هاد كله ظاهريا، نحن عم نحكي خارجيا. بالنسبة للمجتمع إذا هن متفقين خارجيا كل حد عم يأخذ دوره، الجندر اللي بيحطه في الدور المجتمع، فهو معناتها كتير منيح، معناتها حقق صح كتير منيح، يعني مثل بالامتحان طلع صح كله. فقديش بياخد من 10 بهالامتحان؟ يعني مثلا الزوج عنا الأمور المادية إنه هو يشتغل برات البيت وكل النهار ويجي يقدم للأسرة، ما ينقص شيء عليهم ماديا، يجي بآخر النهار تكون الزوجة حاضرة بانتظاره. طبعا بحكي هون على الدور اللي بيحمله يا المجتمع اللي هو لازم يقوم فيه، ف
فأنا زوج ناجح إذا قمت بهاي الأدوار، إذا كنت عم جيب مصاري، إذا كنت عم أشتغل، ما منقص عليكم شيء. يعني غالباً لما تصير الصراعات بيقول دغري الكلمة الأولى ما نقصت عليكم شيء. هو مو هيك القصة، هاي بالسطح يعني، هي كتير يعني النتائج الأخيرة يعني للموضوع. بينما الصراعات بتكون داخلية. نفس الشيء الزوجة ممكن أنه الدور اللي بتاخده هو دور أنها تطبخ، تنتبه للأولاد، تدرس الأولاد، تكون حاضرة لطلبات الزوج، وتكوي القمصان، تغسل. فهي إذن هي عم تعمل صح كتير بالشيك بوينت، صح كتير عنا. فهون أحياناً الصراع بيكون مختفي، يعني نوع من أنواع الصراع والأساسي واللي ملاحظه مجتمعنا هو صراع مختفي ضمن الدور، متخفي ضمن الدور الاجتماعي. يعني اثنيناتهم عم يتصارعوا، عم يتنافسوا، عم يؤذوا بعض بطريقة خفية، ولكن ظاهرياً أنا أخذ دوري وهو أخذ دوره، أنا عم حقق كل شيء بده إياه، مثل كأنه ديل، هي اتفاقية. بدك يعني أطبخ، عم بطبخ لك الأكلات اللي بتحبها، بدك يعني أغسل، بدك يعني أكوي، نظف البيت، انتبه للولاد، أوكي كله تمام. بدك يعني أشتغل، بدك يعني يجيب مصاري، بتلاقي في بعد نفسي كتير كبير. أحياناً بعد 50 سنة بيمرق أو 30 سنة خلينا نقول بيمرق على الزواج، بيجوا بيتفاجئوا ببعضهم، بيقول أنا كأني كنت عايش مع شخص ما بعرفه، كأني عايشين كل هالثلاثين سنة مع ناس ما بنعرفهم. ليش؟ لأنه في بعد نفسي. يعني نحن كل واحد عم يقوم بأدواره الطبيعية التلقائية. هلا هي صفات العائلة النموذجية بالنسبة للمجتمع. المجتمع بيقول ليك ما أحلى زواجهم، كتير متفق، كتير متفاهمين، كتير كذا. خلينا نقول الأسرة الروتينية المملة التقليدية والملل، يمكن الروتين قديش يعني بيطغى على كل التفاصيل يعني بصير الحياة. إيقاع مستمر بيكتشفوه بعد زمان، يعني بس يكبروا بيكتشفوا أنه أنا مع مين كنت عايش وين كنت عايش. وهي العلاقة من النوع اللي بتثبت النمو والنضج العاطفي والانفعالي لدى كل من الزوجين. يعني اثنيناتهم ما بينضجوا، ما بيساعدوا بعض لينضجوا، هو بده يدور على حدا يساعده لينضج برا، وهي كمان نفس الشيء، وغالبا بيلاقوا صعوبات كتير بهالنضج. طيب دكتورة، يمكن دائما بيقولوا يا نور يمكن أول سنة زواج هي أصعب سنة، هي يمكن قد ما كنتوا بتحبوا صعبين. لا انه هي اول سنة مثل ما قلتي، يمكن العادات، التقاليد، الطبخة، هيك هو بيعكلها من ايد امه غير هي النكهة، او في تفاصيل تانية، او انت كل يوم كنا نطلع هلأ صرت تطلع بلاي، وهدول التفاصيل يمكن بالسنة الاولى هي بتكون كتير مزعجة. هون كيف فيها السيدة او الرجل يعملوا كنترول، يبنوا صح بهي السنة لحتى تستمر باقي سنينهم بشكل ودي ومتفاهم أكثر، ومو على الأسرة النموذجية أنا عم بحكي، لا عم بحكي على الأسرة يلي الزوجة والزوج هنين بيشتغلوا ونفس المهام لديهم. هلا كلمة نموذجية، ما في كتير أسرة نموذجية، نحن بعلم النفس ما عندنا شيء نموذجي، ما في شيء مثالي. يعني كل حالة هي حالة خاصة، مثل ما كل شخص هو حالة خاصة، وبالأخص إذا كل شخص هو حالة خاصة فكل كابل معناتها حالة خاصة أكثر، فلازم ندرسه بطريقة مختلفة. هلأ بنية كيف اللقاء الأول، كيف الزواج، على أي معايير بنى الزواج، غالبا يبنى على المعايير الخارجية، إنه هي حلوة ومرباية، مثل ما إنه حلوة وآدمية وما بعرف شو، وبتسمع الكلمة، مطيعة، بتطبخ منيح، اوكي هي مواصفات حلوه للبنت، وشو بدك احسن من هيك؟ هي بنت نموذجيه للزواج. هو ايه عنده بيت وسياره وبيشتغل وعنده شغل وخلص تمام. معناتها هذا المبدا هو بيبني العيله على انه، على فكره كتير غلط، مفهوم كتير غلط، وهو انه اي اثنين تجمعيهم مع بعض، اي رجل وامراه او شاب وبنت، ممكن يصير بيناتهم زواج، أسسوا عائلة، المهم يكون في مصاري، المهم يكون في جمال وخلصنا. طبعا الأمور يعني، طيب خلينا نحكي عن هي الشكل سطحية الصحيح. كتير هي سخيفة وسطحية يعني، خلينا كتير نحكي عن الشكل الصحيح للزواج، الشكل الصحيح أو العلاقة الصحيحة فينا طبعا الأمور. الشكل الصحيح هو التوافق والانسجام النفسي والفكري بالدرجة الأولى. يعني قبل أي شيء التوافق العاطفي النفسي الفكري، هدول أولويات قبل المادي. يعني بيجي المادي بالأخير، لأنه المادي تحصيل حاصل، ممكن أي حدا بالنهاية يكون كتير غني يصير كتير فقير، يكون كتير فقير يصير كتير غني، ما له معيار هذا لنجاح العلاقة الزوجية.
ولكن نحن بيقعدوا هن بقلب الدور وبيلبسوه كثير، فهي العلاقة المتخفية هي والصراع المتخفي، هذا نوع من الأنواع الصراع، صراع المتخفي. عندنا النوع الثاني اللي هو الصراع التنافسي يلي بيصيروا كل الوقت هن عم ينافسوا بعض كأنه فايتين على الزواج قتال، يعني يا قاتل يا مقتول، يعني يا أنا بدي كسر لها راسها يا هي، يا أنت مفكرة حالك رجال لا أنت مفكر حالك مدري شو، بلشوا بهذا الصراع. هلا ليا اللي قلتيه هو كتير صحيح، احيانا بيسقط الرجل على المراه صوره الام فهو بده هي الام يلي بتطبخ له طبخات الام يلي لازم تكون المعايير تماما تماما والطعمه مثل طبخه الام والتصرفات والعادات والاشياء اللي بالبيت مثل الام تماما. هون ما شافها هي لها، مشان هيك بعد فتره من العمر بيقول انا ما بعرف مع مين كنت عايش، لانه هو ما شافها حقيقه، هو اسقط علي لبسها ثوب الام، لبسها صورة الأم وبده كل الوقت عم يقارن مع الأم، ونفس الشيء بالنسبة للبنت. هلأ هاد سببه بيعود لأنه ما طلعوا من فترة المراهقة، ما طلعوا من علاقات، هذا بالتحليل النفسي له جانب آخر طويل، لما الإنسان بيتثبت أو الشخص بيتثبت على مرحلة من المراحل أو من العقد النفسية اللي بالمراهقة بتكون وما طلع من أهله، ما طلع منه، ففات على عائلة جديدة هو لساته عم يفكر انه هو الابن بهالعيلة، بده مين يدلله، بده مين يهتم فيه، ما جابت لي، ما طعمتني، ما طبخت لي، ما غسلت لي، ما هي اسباب تافهة، ما استقبلتني يعني بالضحكة العريضة طبعا والمجتمع بيجي يلبسي له اعملي له مدري شو، هدول كلها يعني هي اسخف شيء بينقال بوقت بيصير في خلافات. يعني الخلافات اعمق من هيك، بتبدا من العادات البسيطة، بتبدا من القبول الآخر كشخص، لأنه هي وياه بالنهاية بده يكونوا أشخاص وحيدين بعيد عن المجتمع، بعيد عن الكون كله، بعيد عن كل العادات والتقاليد والأفكار وتقييمات المجتمع. هن بقى الاثنين بده يكونوا هل قدروا حققوا هالانسجام أو لا. لا هي العلاقة التنافسية اللي فيها تكسير بالنهاية، هنا الاثنين بيطلعوا خسرانين، لانه ما في حرب الا ما الاثنين الطرفين بيخسروا فيه. وبالاخص اذا كان في عندنا اولاد، كمان الاولاد بيحملوا، بصيروا يا مع هون يا مع هون، لازم ياخذوا واحد من الجبهتين، احد الجبهات، فبيصيروا بيقوم في منهم بيتنقلوا بين الجبهات، وهذا كله بينعكس على شخصيتهم بالنهايه. في عنا الحالة الثالثة من الصراع أو الشكل الثالث من الصراع اللي هو الطلاق النفسي، اللي بيكونوا عايشين بنفس البيت وبيعيشوا انفصال كامل، انفصال نفسي كامل، خلص وصلت الأمور لمرحلة سد، ما عاد في كل، حاولوا كل الطرق، جربوا كل المهارات المتاحة قدامهم لحتى أنه يوصلوا لحل، ولكن لا حل، فبيعملوا طلاق. كتير هو أصعب أنواع الطلاق بالحقيقة، لأنه بيكونوا بنفس المكان ومضطرين كل يوم يشوفوا بعض، وبنفس الوقت هنين منفصلين، وهذا سببه يعني اجتماعيا الشكل، الحفاظ على الشكل الاجتماعي للأسرة قدام المجتمع. أحيانا بيكون في مركز حدا من الاثنين ما بيسمح بهالشي، احيانا بيكون برستيج. في الحفاظ على اشكاليات ماديه تخص الاولاد، ممكن تخص الاولاد، ممكن حسابات معينه، فبيصير في اذى كثير كبير. احيانا بتكون نتيجه احد الزوجين بيكون مريض نفسي او عنده اشكاليه نفسيه حقيقيه، ممكن انه ما بيتحمل الانفصال، يعني انه حدا يتركه، انه ينترك، فهذا بيقعه بمرض نفسي كتير كبير، بيخليه يكون عدواني، بيخليه يكون مدمر للآخر. ومنشوف كتير وسمعنا كتير عن ناس بيدمروا الزوجة أو الزوج وقت اللي بينفصلوا، بيصيروا بيحكوا بشكل كتير مؤذي، بشكل كتير دنيء، كتير مهين للآخر، بحيث أنه بيصير بيوصل لمستوى كتير سيء، كتير منحدر بالألفاظ وبالعبارات وبالوصف وبالهذا، فحفاظا منيح تماما، حفاظا على هذا، على حماية هذا الجانب وعلى الحماية الأخلاقية للأسرة، بصيروا بيعملوا تسويات معينة، وهي تسويات مرضية مثل ما بيعمل أي حدا. كل كيف الشخص بيعمل تكيف مرضي مع مرضه، مع الإشكاليات يلي عنده أو نقاط الضعف يلي عنده، كمان نفس الشيء العائلة أو الكابل بيعمل تكيف مرضي، بس بده يتكيف، يعني بالنهاية بده يصل لمرحلة من التكيف. الحالة الثالثة اللي هي كمان
هلأ صرنا نشوفها بسوريا كتير. ليش أنا قلت بالمجتمع السوري في خصوصية؟ لأنه عنا حرب صار لسبع سنين. من بداية الحرب بلشنا نشوف انفصالات كتير، بلشت تتفجر أمراض نفسية، مثلا اللي عنده استعداد للاكتئاب بلش يطلع الاكتئاب، اللي عنده استعداد للهوس بيطلع الهوس، اللي كل حدا شو عنده البارانويا الشكوك الكذا. فلذلك الاثنين تفاجأوا بعضهم انه نحن مع مين عايشين، كيف عايشين. فبتلاقي كوبلات كتير انفصلوا، وساعد كمان السفر، التهجير، التفكك الأسري هذا اللي صار. هلأ في ناس بيستخدموا إذا كانوا واعيين لدرجة معينة، بيستخدموا أحيانا السفر كحجة إنه سافر، هو عم يشتغل سافر، بإنه نحن متزوجين وظراف ومناح وكل شيء، بس هو سافر، هو صار له سبع سنين مسافر، خلصنا يعني خلصنا. إنه بس نحن متزوجين. هذا كله هو تغطية، وهي أشكال تسويات ظاهرية للمجتمع، ولكن بحقيقة كل هالأشكال هاي بتخبي وراها إذا بدنا نشتغل عليها تحليل نفسي عميق، بيطلع عنا إشكاليات كتير مهمة. ممكن بحلقات مقبلة تانية، ممكن بلقاءات تانية هذا صحيح نحكي أكثر على كل بشكل مفصل أكثر، بس خليني أسألك، لأي اثنين مقبلين على الزواج ليتجنبوا يمكن الوصول لمرحلة الصراع الزوجي، كيف أنا ممكن أحط أسس أساسية للاستمرار بالعلاقة الزوجية؟ أهم قاعدة هو التوافق الفكري، الفكري والنفسي والانسجام، مدى الانسجام. يعني إذا الزواج التقليدي هذا اللي شاف روحي يا ماما شوفي لي وحدة لأتزوجها، وحدة أي وحدة لأتزوجها، هون في إشكالية إنه لا، أنت كيف بتنسجم مع أي وحدة؟ يعني مثلا بس لأنه هي مواصفات شكل جمال، هذا الجمال بيزول، هذا الجمال بده يتغير بيتبدل، مثل ما أنت كمان بدك تتبدل وتتغير. فالأسس النفسية الداخلية هي الأساس، وهي الشكليات هي تكملة تجي تحصيل حاصل، ولكن الأساس هو البنية النفسية الداخلية، وقديش هو منسجم أو هي منسجمة مع هذا الشخص. بقول لهم أوقات أنه إذا قعدتي جنبه حسيتي بأنه إيه أوكي، في انسجام، في طاقة، في هيك شيء إيجابي ممكن أنه يصير مع هذا الشخص، إذا تناقشنا بفكر بموضوع فكري ممكن نكمل للآخر بالنقاش. ما في حدا لا ما بيتحمل النقاش، ما بيتحمل، بيفرض رأيه تمام، بيفرض هو شو بده وخلاص، بيتجاهل الآخر، أو بيجي بيقول له مثلا شروط، بدي اياكي هيك وهيك وهيك، مثلا ما بدي اياكي تدخني، ما بدي اياكي كذا، ما بدي اياكي كذا. طيب اوكي، هي بجوز هلا عم تدخن، بجوز بعدين ما تدخن. إنسان متبدل متغير كتير، فأنت بتساعدها وهي بتساعدك لأنه تنمو مع بعض، تنضجوا مع بعض. ما دخل العمر بالنضج النفسي، النضج النفسي بجوز تكونوا 30 سنة و 40 سنة وما له نضج نفسي. النضج النفسي هو هذا شيء تفاعلي مع الآخر، وهي وهو بحاجة لبعض لحتى ينضجوا مع بعض. ينضجوا مع بعض أكيد، ما في حدا يعيش لحاله. يعني هي الانفصالات كتير صعبة وكتير مؤذية بالنهاية، يعني لتوصل للانفصال معناتها ما لقينا حل وجربنا كل الحلول ونسدت الحلول بوجهنا وما بقي غير الانفصال. نعم، وممكن يكون بسبب الظروف في تفاصيل نفسية عم تطلع ولكن بشكل مؤقت، يمكن مثل ما ذكرتي من شوي، ممكن يعني هي بشكل مؤقت تكون حديثة المنشأ أو هي لفترة محددة بسبب ضغوطات الحياة. على السريع سؤال، معك معنا وقت، ليش دائما منشوف السيدة المنفصلة أو الفتاة اللي تركت خطيبة أو اللي تركت حبيبة هي بتكون ناجحة أكثر، حتى السيدة المتزوجة يمكن من بعد الانفصال هي منشوفها صارت أحلى، صارت ناجحة، صارت تربي أولادها صح أكثر، صارت تهتم ببيتها أكثر، صار عندها أفكار وتفاصيل أهم وأهم وأهم. شو السر؟ وما فيها تكون، ما فيها تكون هيك هي ومع جوزها مثلا؟ لما يكون زوج داعم، لما تكون زوجة داعمة، بالعكس بيكونوا هن الاثنين ناجحين لأقصى حد وبيساعدوا بعض لأنه يروحوا لأقصى حد. ولكن لما يكونوا هن الاثنين مدمرين لبعض، يعني هاي العلاقة التدميرية التنافسية هي اللي بتعمل لهم هالتراجع هاي. كمان لقوا بدراسة قديش في مرتبط الاكتئاب بالانسحاب، بطلب الانسحاب من العلاقة. يعني لما حدا منهم بيطلب الانسحاب بيكون فايد بمود اكتئابي، ممكن انه يكون بده علاج، يعني علاج للاكتئاب، فنحن بنقدر نساعده انه هنا يرجعوا ويصيروا مستقرين.
إما الشخص الآخر يعطيك شيء إيجابي ويطورك، إما الشخص الآخر يعطيك شيء مدمر ومعرقل ويوقفك. مثل ما قلت لك إنه في كوبلات بيضلوا مثبتين على مرحلة أول الزواج، حتى بتشوفيهم بيضلوا بيشبهوا حالهم وقت اللي تزوجوا، يعني نفس الموديل، نفس الحكي، نفس طريقة العبارات، تثبتوا هنيك خلص، هنا عجبتهم هاي النقطة ولو كبروا بالعمر بس ضلوا مثبتين. عشان هيك لما بتعمل هاي النقلة بتكون هي عملت نقلة نضج، ممكن ببعض الحالات ما فينا نعمم، يعني هيك كمان بدها دراسات. طبعا احنا هون بمجتمعنا، بس هي ظاهرة شوي، طبعا بمجتمعنا ناقصنا كتير دراسات. وهلا انا بصدد عمل دراسة على اشكال الانفصال واي الاكثر منا موجود بالمجتمع. عملنا هيك دراسة استطلاعية على بعض، سألنا طلاب الجامعة عن شو رأيهم بالاكثر الاشياء، اكثر النماذج اللي الانفصال موجودة بالمجتمع، فلقينا هو الانفصال الخفي، هذا اللي حكينا المتخفي ضمن الدور. يعني حطينا نماذج وحكوا المتخفي هذا أكثر شيء صراع، وصراع دائم ومستمر، مثل واحد عنده مرض مزمن بيضل عم يجعه راسه كل الوقت، أو بيضل مرتفع ضغطه كل الوقت، فعلى مدى سنين يعني بضل آخذ هالدور. دكتورة رندا رز الله الأخصائية النفسية، شكرا لوجودك معنا. شكرا. شكرا أكيد حديثنا له كفاية، لأنه يمكن تفاصيل توعوية كتير بحاجة لإلى المجتمع وبحاجة لإلى أي أسرة، وخاصة يمكن بهاي الظروف. شكرا كتير لك دكتورة، يعطيكم ألف سعد صباحك. نور هلا رح ننتقل لمحل